سلام ناس، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي يكون فيديو روتيني لإزالة الشعر من وجهي. هذا الروتين طلب مني بزاف المرات. من آخر مرة كنت درت لكم فيها تجربة، كانت أول مرة نجرب معكم هذاك الحسانة أو هذيك الحاجة اللي كتجي كتشيل الشعر. جربته الأول مرة على الكاميرا وعطيت واحد الوقت كافي باش نشوف معدل نمو الشعر، واش خرج لي هو هذاك، واش خرج تخين، واش خرج كحل، واش خرج كثر. فبطبيعة الحال كان خاصني وقت. غادي نخلي لكم الفيديو الأول اللي كنت درت كتجربة الفوق في لي بيغدين فو. غنخلي لكم فوق وغنخلي لكم تحت في الديسكريبشن بوكس باش تمشيو باش تشوفوا. واليوم رجعت باش نعطيكم البيلون، الحصيله ديال هاد التجربه هادي، واش ناجح ولا ما ناجحش. اولا بغيت نرحب بكل بنت جديده معنا. سلام ابتسام اختي كدير لك. سلام، انا ابتسام، مرحبا بك اذا اول مره كتشوفي القناه ديالنا. ما تنساش انا كيتشتاكي وتنضمي للعائله ديال غزالات ابتسام باش نوصلوا ان شاء الله لاكبر عدد ممكن. احنا مع بعض هكا، احنا مع بعض ناخذ وليدي في الحلاوه. هذا واحد الكلوس اللي كديروا على فمك نورمالمون قبل ما دير المكياج، غادي يجيكم، غادي تشوفوا في واحد الهول ديال المشتريات زوين بزاف، ولكن ما عرفتش علاش سناتي كيشدوه. ما عرف ما علينا، خليكم دابا تدوزوا باش تشوفوا الطريقه الصحيحه باش تحيدوا الشعر من الوجه. اول شيء لازم انكم تاكدوا من البنات هو انكم يعني الوجه يكون خالي من اي كريمات، من اي فونديشن، من اي زيوت. كتشوفون الوجه ديالي راه فيه حتى حاجه، ما ديروش على الشفار الايلاينر هكاك جاتني ايت فينا فوخي كده. فعدا عن ذلك ما كاين حتى حاجه. وكناخذوا وحده من هاد الحسانات هذو اللي كيجيو بحال هكا. الاحسن يعني كل مره تاخذوا وحده جديده لانها خاصها تكون على مستوى عالي من الحده، فخاصها تكون جديده. قولي راه انا اللي غادي نتحسن ماشي انت اللي غتحسني. طاحت هي مسكينه تخلعت. كتجي فحال هكا، عندها هذا الكاب هذا ديال السيكوريتي. انا ملي كنحيد الشعر ديال الوجه بالحلاوه او بالخيط كنحس انه كينوضوا لي حبيبات كسائر البشر على وجه الكره الارضيه. هذه الطريقه دي ما خلاتش لي هذا المشكل هذا مازال يبان. ما كنحيدش بها هنا في الموستاش وما كنحيدش بها الفوق ديال الحواجب ديالي، انني كنحيدهم بالخيط وفوق الحواجب بالحلاوه والخيط. فهاد الجهه دي كما كتشوفوا كامله كملتها، غادي ندوز هاد الشيء هادي باش نوري يعني تجيني سهل انني نوريها لكم. كيف ما قلت لكم يعني الاساس في هاد العمليه هادي هي انك تشدي البشره ديالك، يعني تحكميها تكون يعني مجبده او لا يعني مسطحه قدر الامكان بزاويه 45 درجه في هاد الحاجه هادي. كتبداي تهبطي ضربات خفاف وحده ورا وحده. فحقيقة لقيت هاد العملية هادي هي اللي لاقت لي مزيان، على الرغم من ان هادو شتهم شوية ديال مينيسو، شتهم بحال شوية بحال الرؤوس ديالهم حادة اكثر من اللازم، يعني ماشي بحال العاديين. فما عرفتش واش فقط هاد الزوج هذا اللي جيت فيه انا بحال هكا اولا الماركات كاملين يعني كلشي هاد النوع هذا بحال هكا. بنات اذا وحده فيكم خدات هذه الجربات ولقيتوا باللي الرؤوس ديالها حادين بليز كتبوها لي لتحت باش مازال ما نشريش من عندهم. اولا فقط المشكل وقع عندي انا في هاد الزوج هذا اللي جريت، لان كيجيو فيهم جوج. فالبنات اللي متبعين يعني وكيعرفوني عارفين باللي انا مشعره يعني فيها الشعر، ففي الوجه ديالي، في اليدين، في الرجلين. عرفتوش علاش ما نضفش في بلاصه الشعر اللي هو الراس، صافي تنوض غير بزاف في الشعر كذا. ولكن حقيقه يعني انا عندي شعر بزاف، فبالنسبه للوجه ديالي الحمد لله ما عنديش وجه كيف ما عندي مثلا في الرجلين الحمد لله. ولكن كيبقى يعني اذا درتي مثلا فونديشن او كذا كيبقى يبان الشعر. يعني انا حاجه اللي ما كنبغيش الشعر نهائيا يعني يكون في الوجه. فالحلاوه والخيط كيديروا لي يعني كيسبوا لي شويه المشاكل خصوصا في هذه المناطق اللي كيكونوا حساسه. هذا علاش لقيت بلي هذه هي احسن طريقه حقيقه اللي جربت لحد الساعه. ما نوضتش لي الشعر تخين، ما نوضتش لي الشعر يعني كثيف. فقط تاكدوا يعني وخذوا وقتكم بشويه عليكم باش ما تحيدوش الشعر اللي مرغوب فيه، فقط زولوا الغير مرغوب فيه. بزاف البنات قالوا لي باللي هذه الطريقه هذه كيديروها الاجانب، علاش؟ لان الاجانب عندهم الشعر زعر وخفيف وما كاينوش خلاص. بالعكس انا عندي عدد هائل من صديقاتي اللي عندي يعني غير مغربي غير عربيات يعني اجانب، وعندهم هذه المشكله ديال الشعر على الرغم من ان هما شقراوات كليا، ولكن عندهم هذه المشكله ديال الشعر وكيحيدوا. كاين اللي كيحيدوا بواكس يعني
شمع دائب كي اللي كيحيدوا بهذه. احنا عارفين ان الليزر كيخدم بزاف على البنات اللي فحالنا حنا، يعني الشعر ديالهم كيكون اسود باش يلاه الليزر كيشوف الشعره وكيزولها، ولكن الباقي كيعتمدوا الطرق التقليديه اللي كتجي على راسها هاد الحسيسين. فاول مره ما نكذبش عليكم كان عندي تخوف انني نديرها، لقيت كنقول اشنو غادي يجرى. انا خفت يعني من التهيب جات فقط كيف ما سبق لي وقلت لكم في الفيديو الفارط، لاني عارفه ان الشعر عمره ما غادي ينوض اكثر من اللي كان او لا تخن من اللي كان، لان هذه مجرد كتقطع يعني ما كتبقى عندك الشعره ديالك كيف ما هي. وحنا بنات يعني راه كاينين الجينات ديالنا اللي الجينات اللي ما غتخليش الشعر انه ينوض تخين او لا كذا، الا اذا كان شي خلل هرموني ولا هذيك الشعر غتبان ما غاداش تحتاجي انك تحسني، كيكون عندك اصلا الشعر كثيف وذكوري يعني خشن، غبا كتكون غليظه. انا كنفخ وجهي كنفش وجهي كندير جميع الحركات الممكنه باش يلا نوصل للثغب كله ونحيدو كيف ما كتشوفوها والحنك بدا كيبان. بالنسبه للحلاقه بالناس خاصكم تكونوا يعني بالنسبه للبنات يعني اللي عندهم تخوف منها ولا كذا، كننصحكم وبغيتوا تجربوا كنصحكم يعني انه بشره على بشره كتختلف، خذوا هادو وديروا في منطقه صغيره وشوفي كيفاش غادي ينوض لك، يعني انت ما عندك ما خاسر، ديري في منطقه صغيره فقط تجربه وشوفي اذا عجبتك النتيجه وبان لك الشعر ناض كيف ما كان يعني ما كاينش شي فرق بامكانك ديريها، اذا ما عجبكش الحال بامكانك ما ديريهاش. الامر بطبيعه الحال راجع عليكم كيف ما قلت لكم كل وحده والبشره ديالها. بالنسبه لي انا هادشي لاق لي يعني باش هاد الجوانب هادو هاد السايد بيرنز او هاد الجوانب هادو يبانو عندكم طبيعيين، يعني جيو فوقهم هزو الشعر الكبير هاد البلايص هادو اربطو عليهم بحال هكا باش تنقص من الكثافه ديالهم، وحتى من انا كنحس بعيني غادي تخرج وغادا تدور الجهه اخرى باش تحيد باش يلاه تحيد. فالبشره ديالكم كتولي رطبه بزاف، كتولي يعني هكا زوينه يعني وكذا، كيتحيد منها يعني حتى الجلد الميت. غير وكان هادو كيف ما قلت لكم ديال مينيسو ما عجبونيش نهائيا، يعني كنت استخدمت اول مره وحده خديتها من عند مول ماكياج يعني عاديه، ثاني مره خديت استخدمت ديرما بلينين يعني اللي كتجي دوك الرزبرات اللي كيجيو بروفيسيونيل اكثر. هاد المره هادي استخدمت هادو من عند مينيسو، ولكن كيف ما قلت لكم الراس الفوقاني والراس التحتاني كنحس بيه بحال شويه قاسي ما متجانس مع البقيه ديال البلايد او ديال الشفره. اذا حتنتم عندكم نفس هذه المشكله هذو كتبوها لي باش ما مازالش نشري من عند مينيسو، وانا دائما بطبيعه الحال في البحث باش نلقى احسن شفره ونبدا هي اللي استخدمتو ليا معتمدة عندي كيف ما كتشوفوا. فكاينين البنات اللي كيديروا حتى الفوق الانف ديالهم وهذه المنطقه هذه، انا هذيك المنطقه عندي خاليه من الشعر تماما فما عنديش مشكل، المشكل عندي فقط هنا يعني في المنطقه هذه ديال هاد سايد بيرنز اولا لي بات اللي كينوضوا لينا تمايا. دابا غادي ناخذ القليل من الماء ورد يكون بارد جدا يعني يكون في المجمد، وغادي ندوز على الوجه ديالي وغادي نخليه بحال هكا يعني صافي، ما غادي ندير ليه لا مرطب لا حتى حاجه حتى الليل، يعني نخليه واحد 4-5 ساعات يرتاح كليا. كما كتشوفوا النتيجه اكثر من رائعه فعلا، يعني تحيد عندي هنايا بزاف بزاف ديال الشعر. هذه هي الطريقه باش كنحيد الشعر، فكيف ما كتشوفوا عندي هنايا تحيد الشعر من وجهي كليا، يعني حيد حتى المناطق اللي بغيت نوقف فيها كما كتشوفوا قلت لكم حبوبه هنا وحبوبه هنا. الوقت من الشعر حال فراه كيدير يخلي البصمه ديالو كيف ما كتشوفوا، يعني البشره ديالكم كتكون في حركه حتى اذا ما بغيتوش ديروا الميك اب ولا كذا كتكون البشره ديالكم يعني خاليه من الشعر. بالنسبه لي انا اذا كنت الشعر في منطقه راه مسخره سبحان الله، انا ما كنبغيش انسان ما كنبغيش الشعر نهائيا في مناطق اخرى غير المناطق الرسميه اللي خاصها تكون حاضنه للشعر، فبالنسبه لي الوجه ولا بقيه الجسم ما كنبغيش الشعر نهائيا يكون فيه. كيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه، يعني الوجه ديالكم كيولي ناعم جدا، التقشير كيتم بطريقه اكثر من رائعه مع الاستعمال المتكرر، حتى دوك البقع اللي كيكونوا يعني في الوجه ديالكم كيحيدوا. علاش؟ لانها كتبقى كتحفز لنا البشره ديالنا على انها دائما تبقى يعني متجدده وناشطه، يعني دائما البشره ديالك دا بحال واحد بحال جاتني انا الشكل ديالها الخدمه ديالها بحال ديرما رولر، اذا شي وحده فيكم جربات ديرما رولر من قبل يعني جاتني تقريبا نفس المفعول، يعني نفس الفكره، يعني كتحفز البشره ديالنا
باش تبقى دائما يعني كتنتج وكتجدد راسها، ما كينوض لي لا شعر كثر لا حتى حاجه، لا تخن لك حل حتى حاجه، الشعر كيف ما كنزولو كيف ما كيرجع ينوض. فالنصائح اللي غنقدر نعطيكم في هذا الفيديو هذا، اول حاجه هي ان الوجه ديالكم يكون 100% نظيف، ما يكون فيه لا زيوت لا مياه لا تعرق لا حتى حاجه. ثاني حاجه تكون عندكم الشفره اللي حاده وخاصه بكم بوحدكم، ماشي حاده لا حاده لا، الشفره اللي تكون ماضيه يعني حاده شارب، واللي تستخدموها استخدام واحد فقط. اذا كنتوا كتستخدموا ديرما بلين اللي بروفيسيونيل، فكنصحكم انكم كل مره تبقاو تشيو ليها هذيك الراس الحاد اللي كيجي معها. الحاجه المواليه هو انكم تشدوا البشره ديالكم يعني دوها هكا تايت، او لا تشدوها في حركه تحكموا البشره ديالكم، وهذا الحاد الاله هذه تكون على زاويه 45 درجه على الوجه ديالكم، يعني ماشي لاصقه مع الوجه وماشي واقفه عليه، تكون 45 وتنزلوا بهبطات هكا وحده تحت وحده تحت وحده حتى تكملوا الوجه كامل ديالكم. النصيحه المواليه هي انكم ديروا قليل من الماء الورد المجمد او لا البارد جدا، وديروا على الوجه ديالكم كامل، وخليوا الوجه يرتاح من وراء الديرما بلاينين او لا من وراء ازاله الشعر بالموس لمده 4 ساعات، ما تحطوا عليه لا ميكاب لا حتى حاجه حتى يرتاح. من بعد عاد بامكانكم تغسلوه، يعني بعد مرور 4 ساعات بالتمام والكمال عاد بامكانكم تغسلوا الوجه ديالكم بالصابون. وكيف ما قلت لكم اخر حاجه، ديروا نهار محدد الوقت اللي غادي تبقاو دائما تستخدموا فيه الديرما بلاينين ديالكم، او لا تبقاو دائما تزيلوا فيه الشعر من الوجه ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك باش تشجعوني، وجديده كيف ما قلت لكم مرحبا بكم معنا في قطار الحياه قطار الغزالات، وحتى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. من حتى تما تهلاو لي فراسكم بزاف، كنبغيكم غزالاتي، باي باي.